ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام. اهلا مرحبا بكم ناس الكل، انتم في الاستماع لاذاعه الحيت فم، موعد جديد من غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين نرجع فيه على ابرز الاحداث الوطنيه وكذلك الدوليه. تنجموا تسمعونا على البوند فم 90.3 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اذاعه الحيت مقابله بالفرنسي الحيت فم او بيان لايف ستريمينغ الحيت فم .net. ارحب بالفريق العامل معايا لليوم، امنه بوخيت في الاخراج التقني للحصه وسيف بول عريس في الديجيتال، معكم تهام حمدي في غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام. شنو سنة فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نرجع على آخر المستجدات بخصوص السفينة الغارقة في خليج جيبس بعد ما تم البارحة الاستماع أو استنطاق أفراد الطاقم وإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدهم. أيضا باش نرجع على حادثة الاعتداء على طبيب بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي لحسين بوزين في قفصة، اللي صارت اليوم وقفة احتجاجية لزملائه من الأطباء وللإطارات شبه الطبية. ونرجو أكثر بالحديث على يعني ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الإطارات الطبية. أيضا اش نحكيه في شأن السياسي على مبادرة أحمد نجيب الشيبي، الكونفرنس دو بريس للبارح اللي صارت بخصوص الإعلان عن التوجه نحو تشكيل هيئة تسييرية لجبهة الخلاص الوطني وما هي مقومات النجاح ودعم هذه المبادرة، طبعا في ظل الأوضاع السياسية الأخرى والمراسيم الرئاسية، زادة باش نرجع عليها بأكثر تفاصيل. سينو في ديفيغ نيوز لليوم باش نمشي إلى لبنان. لبنان اللي يشهد احتجاجات قدام البرلمان في بيروت على خلفية قانون جديد يسمى بقانون الكنترول أو الكابيتال كنترول، اللي هو باش يستهدف يعني الودائع متاع المواطنين اللي موجودة في البنوك. نرجع بأكثر تفاصيل على هذا الموضوع. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. نرجو على حادثة غرق السفينة وآخر المستجدات خاصة القضائية اللي البارح يعني تم التحقيق مع الطاقم متاع السفينة الغرقة في خليج جيبس. باش ناخذوا عليها أكثر تفاصيل شنو صار البارح وأهم القرارات والإجراءات القضائية بخصوص هذا الموضوع. معنا بالتليفون السيد وكيل الجمهورية ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بجيبس السيد محمد الكراي. سي محمد الكراي عسلامة، مرحبا على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بكم، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي محمد، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل شنو صار البارح في جلسة الاستنطاق وأبرز القرارات. البارح في جلسة الاستنطاق ومبدأ الاستنطاق نتاعهم تقريبا السيد قائد التحقيق الأول من 10 تاع الصباح تم الاستنطاق، تملهم الكل نص اللي غير درج. هما نكروا مبدئيا الكون وقعت اغراق قاموا باغراق السفينه، ورغم اللي السيد قائد التحقيق وجههم بكون التقرير نتاع البحريه التونسيه اكد اللي غرفه القياده وقع تهشيمها وتكسيرها، وثم أن نكروا اللي راهو مادة الماء المالح هي اللي الموجودة في السفينة. شنو قالوا؟ يعني تمسكوا بالأقوال متاعهم لولا أنه فما غازوال في السفينة؟ أي تمسكوا، أي رغم قلت لك مجاباتهم اللي راهو فما ماء بحر، معناتها مش غازوال. أما السيد قال التحقيق أصدر فيهم البطاقات الإيداع كي حس اللي فما الجريمة ثابتة في حقهم، خاصة أنه نحكيه على معطيات مادية معناها بالضبط. بدها جيش البحر، وجيش البحر ما
معناتها ثقتنا فيه وفي تقاريره ثقة كبيرة. شنو قالوا بخصوص الوثائق سي محمد؟ خاطر الوثائق قالوا اللي هي ما لقيناهاش مفقودة وكاو. ما لقيناهاش هكا معناها غير معقول الكلام اللي يقولوا فيه، على خاطر هما خذوا راحتهم وبأريحية غادروا السفينة، معناتها ما همش في حالة اضطراب ولا حالة هلع وفزع، لا هزوا حواسيبهم وتليفوناتهم والأغراض الشخصية الكل، معناتها السفينة كانت خالية من كل شيء، وهزوا مجموعة من الأوراق نتاع السفينة اللي المفروض تكون مع بعضها، ما يكونش ورقة هنا ورقة غاد، معناتها في غرفة القيادة ولا في غرفة ربان السفينة، معناتها كانت خالية تقريبا السفينة من كل شيء، خذوا راحتهم يعني بعد بسويعات مش غرفة السفينة بعد موقع، معناتها اجلاهم منها ومشاو معناتها الجيش البحر خرجهم لليابسة. هما يعني سبعة أفراد، لو كان ذكرنا بربي سي محمد بالجنسية نتاعهم، بينهم أربعة أتراك. هما أربعة أتراك وزوز من أذربيجان وربان السفينة من جورجيا. وهما يعني بطاقات الإيداع يعني تم الاحتفاظ بهم يعني تو. هي إيداع في السجن مش احتفاظ. الاحتفاظ في مركز الأمن، معناتها الإيداع بالسجن معناتها إيداع بالسجن معناتها في السجن المدني. فماش أطراف من دولهم اتصلت والا حبت؟ هما سامحني معناتها وقت كانوا بحال سراح وسواء عدلوله، معناتها اللي قائم بالابحاث وقتها فرقه الحرس البحري بغنوش، معناتها ياكدوا لي اللي معناتها بين الحين والاخرى يكلموا سفارتهم، معناتها عادي يكلموا في السفارات، معناتها كل واحد يكلم في السفاره نتاعو، فهمت؟ اتصلوا بالسفارات نتاعهم، اما كقضاء احنا اتصلناش بالسفارات نتاعهم، ما عندناش علاقه بالسفارات نتاعهم، هو الاستنطاق نتاعهم كان بصفه قانونيه بحضور السيد المحامي نتاعهم وبحضور مترجم، يعني تبقى القانون التونسي والمعايير الدوليه، معناتها ما عندناش ما نخافوا من الحكايه هذه، معناتها سلامه البحث وشفافيته هي قبل كل شيء، حضور المحامي والمترجم. واضح. المحامي يعني من أي جنسية المحامي اللي دفع؟ من الجنسية تونسية. تونسية، محامي تونسي. محامي تونسي شحما ولحما. به سي محمد، خاطر يعني في الجدل اللي صار هذيا برشا أطراف تؤكد اللي راو القضية هذه باش تكشف على تورط ربما مسؤولين تونسا وكوادر، يعني خليني أقول تنجم الأبحاث يعني تمشي في هذا الاتجاه؟ الله، لحد الآن ما فما حد شيء من الناحية هذه. هذه الصفحات نتاع التواصل الاجتماعي تقولها الكلام هذا، ولا محللين سي محمد، مش حتى صفحات، حتى محللين معناها ولا حاجه يقول لك محلل شنو معناتها؟ ما فهمتش معناتها محلل، معناتها يبدا خبير في الشان البيئي ولا مهندس في الشان البيئي؟ لا، هذا تخمين خاص من عنده هو، وكل كل واحد واختصاصه. كل واحد واختصاصه، اذا كان هو في البيئي مش دخله في العلاقات الدوليه مثلا، نحكي لك انا ما كيفش يثبت وحد وحد الرقعة اللي تسرب الغازوال من عدم دالة، تسرب زيوت، معناتها مش يمشي فتيننا في أمور أخرى واللي يحكينا على أمور أخرى، كله تخمين من عنده هو فقط. سي محمد، آخر سؤال ونختم معاك، شنو مصيرهم الطاقم هذي سبع أفراد في مسار التقاضي يعني في هذه القضية؟ هو السيد قاضي التحقيق إن شاء الله مازال شوية أبحاث، مثلا الحاسوب اللي لقيناه عند مساعد ربان السفينة خذاته الفرقة المركزية الثانية بالعوينة لفحص، معناتها مع التنسيق مع هيئة السلامة المعلوماتية باش نشوفوا اش فيه واش يعطينا من أشياء وتفيد البحث. إن شاء الله يقع زادة كيف انتشال السفينة، إذا كان وقع انتشال السفينة معناتها كتصاور اللي والصور اللي اخذتهم البحرية من داخل السفينة، معناتها بشي تكون معناتها معاش صور داخل من الداخل، ولو أنا من الصور البرة والداخل كيف عندي نفس القيمة القانونية، أما باقي
نجموا حتى يمشيوا على عين المكان ويوريهم اللي هو الشيء مكسر معناتها. الشيء مكسر مش حتى بالصور معناتها. واضح، نشكرك برشا سي محمد الكراي وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في ولاية قابس، يعطيك الصحة على مدنا بكل هذه التفاصيل. بعد شوية تجيكم زميلتنا سوار بن حميدة في نشرة الأخبار، وقبلها نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان وما جاورها. ريكاب ميدي، نص النهار و43 دقيقة، أنتم في الاستماع لإذاعة اللاحقة فهم، هذا ريكاب ميدي. انتما تسمعوا في ريكاب ميدي من نص النهار لساعتين. حادثة الاعتداء على طبيب بالمستشفى الجهوي لحسين بوزين في ولاية قفصة، اليوم حكينا عليها صباح مع الدكتور صمود اللي تعرض للاعتداء، ان شاء الله لاباس، ورجعنا على حيثيات الحادثة هذه كيفاش صارت. انما باش نحكيو على الاعتداءات المتكررة على الاطارات الطبية في عدة جهات، اليوم صارت في ولاية قفصة، باش نرجعوا باكثر تفاصيل على التحرك الاحتجاجي للاطباء والاطارات شبه الطبية في مستشفى لحسين بوزين في قفصة. تدسويت معنا الدكتور زين العابدين المساوي رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بقفصة والقصرين وقبلي وتوزر. دكتور مساوي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحي تفهم. عسلامة دكتور، مرحبا. أهلا وسهلا. يعيشك، مرحبا بك دكتور. دونك اليوم صار تحرك احتجاجي، لو كان تعطينا عليه أكثر تفاصيل. أهلا بيك وأهلا بجميع المستمعين حياة التام. شكرا. شكرا على الاستضافة. اليوم كما وقع البارح اعتداء على زميلنا طبيب في طب الجراحة العظام دكتور سويد، مش دكتور صمود، بعنف شديد في داخل أسوار المستشفى الجهوية حسين بوزيان. كانت عنده كما سمعتوها تمارين الصباح من ناحية نفسية متأثر ياسر، وزاد بدنيا الأضرار على مستوى الوجه وعلى ذلك. طبعا أنا أغتنم الفرصة أنا كرئيس المجلس الجهوي لمجلس الطب وكافة أعضاء المكتب الجهوي باش نعبروا على مساندتنا لا مشروط الزمينة وكل الإطارات الصحية اللي تعرضوا للعنف وقاعدين يتعرضوا للعنف رغم التضحيات اللي قاموا بها وفي 20 وعام 21 وفي بما يخص الكوفيد وكل شيء، لكن هذا ما أعطاهمش حصانة بلا. دكتور، هالاعتداءات هذه المتكررة الحقيقة في عدة ولايات وفي عدة مستشفيات، وشفنا قداش من مرة يعني إطارات طبية تطالب بتركيز مثلا نقطة أمنية في مستشفى مثلا يبدأ فيها تصير فيه برشا اعتداءات، هذا المطلب من ضمن المطالب متاعكم ولا ليه؟ هو ديما احنا متعودين على الحكاية هذه، راهو ديما نقولوا لي الحل الأمني مش هو الحل الأمثل. واليوم في اجتماع مع الإطارات النقابية و مدير الجهة ويقول شيء عبرنا على أنه راهو يلزم ثم مشكلة ديرغونومي دي لوبيتال. الارغونومي هو التنظيم البنيوي للسبيتال المستشفى، ما ينجمش يكون مستشفى فيه أربع ديبان الناس كلها تدخل في الزيارة في كل نهار في كل وقت، يلتقوا مع اللي تحبوا مع الانفرمي مع الطبيب مع الإداري في كل وقت. هذا راهو عادي جدا باش تولي يزيد يكثر منسوب العنف. بينما كي يكون ثم حواجز مش لازم امنيه، راهو حواجز مثلا يعرفوا الناس كلها اللي راهو المستشفى ما ينجم يدخلوا بالزياره كان من الوقت الفلاني الى الوقت الفلاني. فالوقت هذاك تتنظم الامور. بينما اللي وقع شنو هو؟ ان جماعه في زياره يجوا لامهم كل نهار كل نهار، عشاك فوا ما تقاس العمليه تطورت تشانجو حتى نوصلوا للعنف هذا. الحل الامني انك باش تحط نقطه امنيه أمن في كل باب نتاع مستشفى بالطبع باش تنقص العنف
لكن مش هو الحل الأمثل. ما نجمش يعالج الظاهرة. شنو أي شنو هو الحل دكتور مسيبي؟ شنو تقترح أنتم كأطباء تعانيوا من الاعتداءات المتكررة في قفصة وفي كل الولايات تقريبا؟ شنو هو الحل الأمثل؟ شوف الحل ما فماش حل، فما حزمة حلول. فما الحلول ساعة من ناحية القانون. أنا ثم عدنا ثم موجود على على مكتب السيد الوزير سنين من القوانين اللي هم لدرسها هو العنف على عاملي الصحة بصفة عامة والقانون بتاع الحماية الطبية. دونك هذا مزود القوانين، هذا يلزم الإطار القانوني يكون موجود. هذه جزء من الحل. الحل اللي تشرفت به انت انه يحطوا الامن في كل مكان يساهم، مش يساهمش سواء يوقع تغيير في المداخل نتاع المستشفيات تكون منظمه، مش اي واحد يدخل في كل وقت في كل من كل باب يدخل. الحل الرابع وين نتصوروا هان ياسر انه يكون ثم تواصل وتكون ثم سيادتكم والاعلام بصفه عامه لابد باش يشارك في التوعيه هذه نتاع الناس، ولا زاد باش نقولوا انصب الناس كلها زاد وقت اللي احسن طريقه باش تحبس العنف هو انك تحسن الخدمات. وقت الانسان وقت اللي يبدا مريض راهو مش يندافع على العنف، فما وقت اللي يبدا مريض هذا ولد عمره مثلا 40 يوم وعنده سخانة ولا يكونفيوز ويغزل وكل شيء ويوصل ما يجيش سيرفيس دو راديو، ما يجيش سيرفيس دي زورجونس في المعمول بيه وكل شيء، دونك يتشنج منسوب العنف باش يطلع. دونك سي تانتو، ما ثماش حل كما الدواء كما كان يطفي الحربوش هذه خذها تشوف العنف، مش بيشوف العنف. صحيح. دكتور كيفاش تقيم يعني تدخل وزارة الصحة في الظاهرة هذه، يعني ظاهرة بصفة عامة ظاهرة الاعتداء على الإطارات الطبية؟ والله وزارة الصحة خاطر احنا كعمادة، انا كنت في العمادة الوطنية كعمادة عملنا مرصد لتسجيل حالات العنف ضد الأطباء وضد عاملي الصحة بصفة عامة. ولاحظنا في مع مرور الوقت كل عام وعام ماشي وتزيد الظاهرة هذه. الوزارة الصحة في الحقيقة معناها هو تدخلات على مستوى جهوي. وزارة الصحة باش تتدخل في تحسين الخدمات اللي هذيك حاجة هامة جدا، فهمتني؟ على مستوى جهوي يقاموا نجموا بعض الاجتماع مع السيد الدولي باش نحسنوا المنظومة الأمنية، لكن زاد حتى البنية تحتية يلزم تدخل لها الوزارة، تدخل مثلا أنها تعطي وصفة نجم تقول للمستشفيات التونسية كلها أنها إجباري أن يكون عاصمة باب واحد للناس كلها تدخل منه باش يوقع المراقبة نتاع الناس تدخل والناس تخرج. بس يمبرتون واضح. نشكرك برشا دكتور زين العابدين المساوي رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بقفصة والقصرين وقبلي وتوزر، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل. بعد شوية نمشي للانترفيو دي جوغ باش نحكيو على أبرز المستجدات على الساحة السياسية في تونس. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. أقيت نحكي على آخر المستجدات على الساحة السياسية في تونس. معايا في البلاتو سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع لأشأن العام. مرحبا سي حمادي. مرحبا بك وهذا مستمعين المستمعات. أهلا وسهلا مرحبا. دونك آخر المستجدات تتمثل خاصة البارح بعد المرسوم عدد 22 الأخير لرئيس الجمهورية. البارح أحمد نجيب أشابي يعلن عن تأسيس ولا بداية تأسيسه، في الحقيقة ما هوش تأسيس يعني كامل، لهيئة تسييرية لجبهة الخلاص الوطني. باش نرجع على هذا الحدث مع الكاتب والمحلل السياسي الجمعي الجسمي. سي الجمعي الجسمي عسلامة، مرحبا على إذاعة الحياة فهم. أهلا وسهلا بك وبضيفي الكريم وبكل مستمعي إذاعة
حياة خير. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة سي الجمعي. دونك البارح تبعنا الكونفرنس دو بريس لأحمد نجيب الشاب اللي هو قاعد يقود في مبادرة الخلاص الوطني، وأعلن البارح على التشكيل ولا بداية التشكيل أو الاتجاه نحو تشكيل هيئة تسييرية لجبهة الخلاص الوطني تجمع أو سماه هو 5+5، 5 أحزاب مع 5 مجموعات سياسية. الأحزاب النهضة، ائتلاف الكرامة، قلب تونس، اليوم تقريبا كانوا في الائتلاف الحاكم قبل 25 جويلية معهم حركة تونس الإرادة وحزب الأمل، بينما المجموعات السياسية مواطنون ضد الانقلاب، توينسا من أجل الديمقراطية، البناء الوطني للإنقاذ، اللقاء الوطني من أجل تونس، وتنسيقية تجمع ممثلين عن 6 كتل برلمانية. في البداية شنو قراءتك لهذه التركيبة ساعة والأرضية متاع الالتقاء اللي تجمعهم، وهل يمكن أنه هالهيئة هذه تستقطب أحزاب أخرى اليوم؟ يعني من الواضح جدا أن هذا التحرك السياسي كان متوقعا، لكنه للأسف يحمل بين ثناياه بذور الانفجار أو عناصر الانفجار السريع باعتبار طبيعة المكونات لهذا الائتلاف إن صح التعبير. وبالتالي يمكن القول أن هذه الجبهة، جبهة الخلاص، هي بحاجة أولا إلى الخلاص من التناقضات الداخلية التي واضحة للعيان ولكل متابع. شنو معنى تناقضات سي الجمعي؟ يعني الأحزاب المتواجدة فيها لديها تناقضات سياسية كبيرة اجتمعت على عنوان بسيط لكنه قابل للانفجار في أي لحظة. يعني لا يمكن المزج والتقارب ما بين مواطنون ضد الانقلاب على سبيل المثال مع ائتلاف الكرامة وحركة النهضة وغيرها من التنظيمات التي هي أصلا معادية للديمقراطية، لكنها اجتمعت الآن تحت عنوان واحد هو مواجهة الرئيس قيس سعيد. لذلك هذه الجبهة هي عملية استنساخ لتجارب فاشلة عرفتها الساحة التونسية خلال السنوات العشرة الماضية، وبالتحديد ممكن أن نذكر منها جبهة الإنقاذ التي سعى إلى تأسيسها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ولم تصمد 3 أشهر أو 5 أشهر. وباعتقادي مصير هذه الجبهة، لذلك قلت أنها بحاجة إلى خلاص، أيضا لن تصمد كثيرا، لكن طبيعة السياق السياسي الراهن أملى مثل هذا التوجه نحو التنظم في رسالة إلى الداخل التونسي وبصيغة أكبر موجهة إلى الخارج. طيب هل يمكن أنه ماذا لو تم استقطاب عدد آخر من الأحزاب اليوم على نفس الهدف متاع الالتقاء متاع هذه المبادرة؟ يعني يصعب. إذا أخذنا ردود الفعل الأولية التي تتالت بالأمس واليوم في حقيقة الأمر، نرى أن العديد من القوى الديمقراطية رافضة أصلا أن تكون في صلب جبهة رموزها من رموز ما بين قوسين رموز فشل العشرية الماضية. وبالتالي إذا أخذنا مثلا موقف الطيار، حزب الطيار وبعضها من القوى الأخرى، يصعب جدا أن تكون لهذه الجبهة فرصة لأن تتوسع أو تستمر أكثر من الوقت الافتراضي لها الذي لن يتعدى شهر سبتمبر أو ديسمبر القادم، لاعتبارات سياسية مرتبطة بالأجندة والمحطات التي سبق وأن أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، وكذلك أيضا بطبيعة المخاض السياسي الذي تشهده البلاد، ذلك أن المشهد برمته متحرك في أكثر من اتجاه وقابل أن يفرز توجهات أخرى، خاصة وأن أكبر منظمة في البلاد قادرة على إحداث التوازن الحقيقي، وأقصد بذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، ما زال بعيدا عن هذه الجبهة وعن بعض القوى الأخرى. عندما يحدد الاتحاد العام التونسي للشغل التوجه النهائي
لبوصلاته السياسية عندها باعتقاد هذه الجبهة وغيرها لن يكون لها وجود، وهي بالتالي خطوة أملتها طبيعة هذا الحراك السياسي في البلاد في سياق الضغط أكثر فأكثر على الرئيس قيس سعيد. سي جمعي مرحبا بك. أهلا وسهلا. سيادتك ذكرت أنه هذه المجموعة يعني ولدت يعني ميتة كما يمكن أن نعبر عليه، باعتبار أنه التجارب الفاشلة للأحزاب اللي متكونة منها، ثم ما يسمى بالتنسيقيات واللي أنا نسميها انتصاب فوضوي في المجال السياسي، لأنه ما ثماش حاجة اسمها تنسيقية هكذا تبقى، أو الهيئات الدائمة والتي ما عندهاش قاعدة شعبية وما عندهاش كذلك حتى إطار قانوني سليم. تراش أنه هروب حركة النهضة من أنها تتزعم مثل هذه المبادرات دليل أنها غير قادرة أنها تواجه الوضع في تونس بعد تجربة 10 سنين في الحكم؟ يعني باعتقادي أن حركة النهضة تحاول جاهدة أن لا تكون في واجهة القوى التي تضغط على الرئيس قيس سعيد. رأينا التكتيك الذي اعتمدته يقوم بالأساس على الدفع بمواطنون ضد الانقلاب في الواجهة في سياق التحركات على مستوى الشارع، وكان القوى التي شاركت فيها هي مناصرة لحركة النهضة وليس لهذا الائتلاف. عندما رأت أن هذا الحراك أو هذا الائتلاف مواطنون ضد الانقلاب وظيفته انتهت في تلك المرحلة، سعت بشكل أو بآخر إلى إيجاد واجهة جديدة، والواجهة هي هذا الائتلاف أو هذه الجبهة الكبيرة فيها أحزاب وفيها جمعيات ومكونات من المجتمع المدني إلى غير ذلك. والنهضة بذلك تتخفى لأنها لا تريد أن تكون في الواجهة ولا تريد أن يكون الصراع واضحا في سياق عملية فرز حقيقي بين مشروعين، مشروع يقوده الرئيس قيس سعيد بالعناوين والتعبيرات التي رأيناها، ومشروع لحركة النهضة بغض النظر عن العنوان السياسي الذي يتخذ. الجميع يعرف أن حركة النهضة تمثل جناحا لتنظيمات الإسلام السياسي في تونس، وهي بذلك تحاول التعتيم على هذه النقطة من خلال التخفي وراء مثل هكذا تجمع. طيب سي الجمعي، ما تراش وانه من بين الاسباب زيادة اللي تخلي حركة النهضة ما تكونش في قيادة اي تحالف بين ظفرين لمعارضة رئيس الجمهورية هو الرفض الشعبي ساعة لحركة النهضة، وخاصة لوجود راشد الغنوشي على رأس حركة النهضة اللي اليوم فما مطالب حتى من صلب الحركة بيدها او ما تبقى من الحركة لمغادرة حركة النهضة، وربما يغادر في المؤتمر القادم. يعني كعنوان راشد الغنوشي نجم يكون هو من بين العوامل الكبرى لفشل المتوقع لهذه المبادرة. هذا جزء كبير صحيح منها، لكن حركة النهضة ما زالت يعني إذا أخذنا قراءة موضوعية لم تنتهي نهائيا. النواة الصلبة لهذه الحركة الإسلامية ما زالت قائمة، وهي لا تتجاوز في أغلب الأحيان 5% أو 8% من صلب الناخبين، ورأينا حتى في عمليات صبر الآراء ما زالت تحافظ على تلك النسبة. لكن فيما يتعلق براشد الغنوشي هو عنصر مفرق وليس عنصر مجمع، والجميع يدرك أنه شخصية غير مرغوب فيها، لا تحظى بثقة المواطن التونسي، كما أن الأحزاب السياسية ترى في هذه الشخصية شخصية جدلية قادرة على إفساد أي تحرك أو تنظم ما في إطار هذه الحركية السياسية. بشكل عام باعتقادي أن هذا التكتيك دأبت عليه تنظيمات الإسلام السياسي، أي التخفي وراء جهة محددة. احنا كنا نتحدث خلال السنوات الماضية او الاشهر القليلة الماضية عن تراشكات حركة النهضة التي تدفع بها للامام حتى تكون الصدمة لها، وهي بعيدة عن ذلك. الان ما زالت تمارس مثل هذا التكتيك، علها بذلك تقدم رسالة الى الخارج
ودائما أكرر هنا لأن مثل هذا التحرك الرسالة الأساسية موجهة إلى الخارج وليس إلى الداخل التونسي، باعتبار أن الداخل التونسي بات يدرك أن هذه القوى التي تجمعت في هذه الجبهة أصبحت عنوان فشل العشرية الماضية، لكن الخارج يراد به أن يقول أن هناك 5 أحزاب وهناك منظمات المجتمع المدني تواجه وتضغط على الرئيس قيس سعيد تحت شعار للأسف الشديد شعار وعنوان مغري هو الحفاظ على الحريات والمسار الديمقراطي، وهو عملية غش وتضليل حقيقي. هذه تكتيكات حركة النهضة المستمدة أساسا من أساليب الإخوان المسلمين وتنظيمات الإسلام السياسي. باعتقادي أن رجل السياسة التونسي بات يدرك مثل هذه التكتيكات، كما أن رجل الشارع التونسي يعرف ذلك، خاصة وأن الحديث عن ذهاب هذه الجبهة إلى تركيزي أو تنظيمي ما سمي بالتنسيقيات، وأنا وافق وأشاطر صديق عماد عندما هذه عملية غير قانونية ولا تستند إلى أي سند أو نص قانوني، وبإمكان القانون يتحرك لأن هذه ليست بحزبة ويحضر عليها تنظيم مثل هكذا تنسيقيات. لذلك المسألة باعتقادي مجرد ضربة إعلامية جديدة في سياق هذا الحراك المتواجد حاليا. سي جمعي، في الإطار هذايا كي ناخذوا في تونس عندنا 250 حزب وعندنا 16,000 جمعية، ماذا يمثل 5 أحزاب الموجودة وماذا تمثل هذه الجمعيات في الزخم الموجود في تونس؟ تراس أنه مجرد الرقم هذايا عنده دلالة أنه هي نسبة بسيطة جدا من التونسيين اللي كونوا هذا الحراك. ثم نفس الشيء بالنسبة للأحزاب، كي نشوف هنا حراك تونس الإرادة أين هو؟ كيف نشوف حزب قلب تونس رئيسه غير موجود؟ كيف نشوف الأحزاب هذه وين هي أصلا؟ هي أساسا على أرض الواقع، هل هي فعلا موجودة؟ لا أنا متفق معك، هذه الأحزاب غير موجودة، لكن في العملية السياسية عادة نبحث عن الرقم والنبخ فيه. عندما نقول في برقية إخبارية ونحن في إذاعة أنه 5 أحزاب زائد 5 منظمات من المجتمع المدني، الذي يتابع المشهد السياسي خارج تونس يقول والله هناك قوة سياسية أو أطراف سياسية كبيرة مضادة لهذا المشروع، والحال أنها لا تمثل 0.0 في المشهد التونسي. لذلك هي المسألة تكتيكية، المراد بها التنخيم والنفخ في صورة على غير العادة وعلى غير الواقع. سي الجمعي، بخصوص الرسائل إلى الخارج اللي حكيت عليها أنت قبيلة، وهذا يعني متفق معك في هذا التوجه أنه الرسائل يراد بها الخارج أكثر منه الداخل، لأنه تم الحسم الأمور في الداخل. آخر رسالة ممكن نحكي عليها لنائب ماهر مذيوب، النائب في البرلمان المنحل عن حركة النهضة، اللي توجه على ما نعرفش أنا على غير حتى البروتوكولات السياسية ولا الدبلوماسية، توجه برسالة تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي هو رئيس دولة واللي المفروض رئيس الدولة هو اللي يهنيه، معناها نيابة على الشعب التونسي والحكومة وكل شيء، وقام بذلك هو رئيس الجمهورية، توجه ببرقية تهنئة إلى إيمانويل ماكرون. ولكن ماهر مذيوب توجه زيادة برسالة إلى ماكرون، ووجه فيها رسائل بدعوة أنه فيها دفع إلى التدخل في الشأن الداخلي التونسي. يعني احنا كنا تحدثنا كثيرا عن مساعي حركة النهضة وبعض الأطراف الأخرى، وخاصة ما يسمى في تونس بالدولة العميقة، الاستنجابة والاستقواء بالأجنبي، وهذه خطوة أخرى في سياق عملية الاستنجاد والاستقواء بالأجنبي، وهي مسألة مرفوضة وتقل مرفوضة قطعيا وتضرب مبدأ السيادة الوطنية، وحتى القانون يعاقب عليها. لذلك سنرى في قادم الأيام تحركات في هذا السياق، لأن هؤلاء لفظهم الشعب التونسي ولم يتبقى لهم سوى البحث عن قوى أخرى للتحريض على البلاد وتأليب الرأي العام الدولي إعلاميا سياسيا على ما يجري في البلاد. احنا رأينا ما أخطر من ذلك في تدوينات وتصريحات
أعضاء في حركة النهضة أو مقربين منها يدعون الأجنبي إلى قطع المساعدات أو قطع تمكين بونص من الدواء إلى ما غير ذلك من الممارسات التي في حقيقة الأمر يمكن أن نصفها بممارسات الطوابير الخامسة التي عادة ما تنقر الدول من الداخل. بالنسبة للموقف الخارجية الأمريكية، يعني تابعنا في الأيامات الأخيرة موقف لأحد أعضاء الكونغرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ولكن البارح يعني الموقف اللي هو يعبر على الموقف الأمريكي الرسمي، يعني صدر على وزارة الخارجية الأمريكية اللي تعبر من جديد على قلقها البالغ بخصوص المرسوم عدد 22 المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. توالت سلجمع الجسمي ردود الفعل الأمريكية، وهل بيانات صادرة على وزارة الخارجية وإلا على يعني شخصيات أخرى يعني في الإدارة الأمريكية، أي وقع لهذه البلاغات والمواقف على ما يجري في تونس؟ يعني لها وقع سياسي دون شك، والقوى المعارضة في تونس إن صح التعبير تستقوى بذلك في إطار الضغط أكثر فأكثر على الرئيس قيس سعيد. بشكل عام مثل هذه المواقف مرفوضة قطعا، وهذا تدخل مرفوض في الشأن الداخلي التونسي، لكن ما كان ليحصل لولا مثل هؤلاء الذين يذهبون ويتمسحون على أعتاب تلك الدول طالبين منها التدخل في شأن داخلي تونسي. لذلك ما قامت به عربت عنه الخارجية الأمريكية من قلق هو مردودا عليها، وتونس دولة ذات سيادة ومثل هذه المواقف مرفوضة قطعا. سيلجمعي نختم معك بسؤال بخصوص المرسوم عدد 22، قراءتك لمرسوم المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ يعني كان متوقعا في حقيقة الأمر، لكن باعتقادي أنا كان يفترض الذهاب إلى ما هو أبعد، وبالتالي حل هذه الهيئة نهائيا وليس تعديل قانونها الأساسي فقط حلها وإعادة تركيب. الآن على الأقل هناك خطوة منقوصة صحيح، متأخرة صحيح، لكنها تذهب في الاتجاه على الأقل لإيجاد مشهد جديد يقطع مع تلك المؤسسات التي بنيت على أساس المحاصصة التي عرفناها خلال السنوات العشرة. عسى أن نبني مؤسسات على قاعدة متينة يكون ديدنها الأساسي هي المصلحة الوطنية العليا. ما فهميش بعض النقاط الاحترازية في بعض الفصول سلجمع الجسمي؟ لا دائما في المراحل الاستثنائية لابد أن تبرز هنا وهناك بعض القضايا التي يمكن الاحتراز عنها، لكن طبيعة الاستثناء يستدعي ذلك. ونتائج هذه الانتخابات القادمة اللي هي باش تتواصل إلى 4 سنوات قادمة، مش باش يلقاو فيها خصوم رئيس الجمهورية سي الجمعي، وكأنه نقطة انطلاق للتشكيك في نتائج الانتخابات القادمة، خاصة أنه الرئيس من يعين الأعضاء ومن يعين الرئيس نتاع الهيئة، إذا ما تراش أنه باش ينطلقوا منه الخصوم ويشكوا في نزاهة النتائج؟ هم انطلقوا من الآن، بل أن أصوات عديدة بدأت تتحدث أن الانتخابات سواء كان المحطات الانتخابية سواء كان استفتاء أو تشريعية في ديسمبر المقبل لن تكون نزيهة ولن تكون شفافة. بمعنى آخر أن هؤلاء انطلقوا من الآن لإيجاد صيغة للتشكيك في كل ما يمكن أن يتم. صحيح يعني من حيث القراءة الموضوعية الفوقية يمكن أن يجدوا مستندات عديدة يستندوا عليها في هذا الأساس، باعتبار أن للرئيس هو الذي سيعين غالبية أعضاء هذه الهيئة، لكن لننتظر ومن السابق لأوانه الحديث عن تشكيك وعدم نزاهة الانتخابات لأننا ما زلنا بعيدين عنها. واضح، نشكرك جزيل الشكر سيد الجمع الجسمي كاتب ومحلل سياسي، بارك الله فيك على قبول الدعوة. بعد شوية في ديفيغ نيوز باش نحكيو على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. ريكاب ميدي توقيت ديفيغ نيوز ديفيغ نيوز
في ديفيغ نيوز لليوم بتكون عنا عودة على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان. احتجاجات اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت أمام البرلمان اللبناني على خلفية الأزمة الاقتصادية وقانون خاصة القانون كابيتال كنترول لضبط رأس المال. إيش معناها هذا القانون وحقيقة الأوضاع في لبنان اليوم؟ باش يكون معنا تتويت بالتليفون الدكتور أدل مصري أستاذ في العلاقة أو في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور رائد عسلامة، مرحبا على إذاعة الحياة فام. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. دكتور رائد، لو تسمح ساعة في البداية توضح لنا ما معنى قانون الكابيتال كنترول. تعلق التليفون، نعاودوا نطلبوه. شوف لنا سيف فيسا فيسا. دونك الأزمة اللبنانية كنا حكينا عليها في وقت سابق، وكان معنا دكتور أدل مصري. أزمة اقتصادية وقت حكينا، وقت تم الإعلان عن إفلاس لبنان، مش إفلاس إفلاس مش إفلاس. على كل اليوم تطورت الأمور سي حمادي في لبنان، وخايفين المواطنين أنه يتم المساس بالودائع عم اللي موجودة في المصارف في لبنان. كيفاش تابعت الأزمة في لبنان سي حماتي؟ هو ضمن سلسلة الإصلاحات اللي المفروض تقوم بها لبنان، وخاصة على من جانب المصرفي، هو ليوقف نزيف خروج العملة الصعبة من لبنان. فحدوا عملوا هذه المنظومة هذه الجديدة، ثم حدوا سقف بالنسبة لكل تحويلات مالية. هذا بالطبيعة أنا لا أظن هو السبب المباشر، يعني مش هذا السبب المباشر، هذا ضمن الأسباب. ولكن لبنان تعيش في وضع سياسي ما هوش سليم، وبالتالي كل حاجة مشتاقة أكيد مش يخرجوا ناس ويعملوا عليها. ولكن أطلع. المرة هذه سي حمادي راهي باش تمس فلوس الناس اللي موجودة في المصارف، معناها هوني باش تخرج لعبيد، خاطر انت مسيتهم في فلوسهم في قوتهم، ومخاطر تهدد معناها الوضع الاقتصادي متاعهم، لي سالير متاعهم. شفنا برشا قطاعات شاركت في هذه التحركات الاحتجاجية. هو البرنامج هذا اللي بشي كابيتال كنترول، اي ماهوش بالضروره انه يمنع الناس من التمتع، اما حدد سقف معين. تعرف انه في كل الازمات الماليه لابد الدوله انها تتدخل شويه. لبنان معروف طول عمرها قبل انه فيها جانب حريه تاع الجانب المالي وتنقل راس المال، يعني انه يتنقل من مكان الى مكان. ثم ما تنساش انه لبنان راهي مسرح لتجارب سياسي ما بين برشا جهات ودول خارجيه، وبالتالي راهو الوضع في لبنان انه يكون غير مستقر، ثم ناس مستفيده منه. وشفنا انه لبنان توا على امتداد السنوات الاخيره الكل ما ثمش استقرار، رغم ان ثقتي في اللبنانيين انهم قادرين انهم يكونوا دوله مستقره. وكانت لبنان من الدول اللي احنا نشوفوها مثال نموذج لدوله متطوره خاصه على المستوى العربي. ما تراش سي حمادي وانه القانون هذايا اللي اثر الغضب متاع الشعب اللبناني ينجم يكون عنده ثمن سياسي، خاصة أنه لبنان مقبلة على انتخابات، أم أنه بشي تم تأجيل تطبيق هذا القانون باش ما يكونش فما يعني ثمن سياسي لهذا القانون؟ شوف، في إطار الدستور الموجود وفي إطار التقسيم الراسيو اللي عندهم جماعة لبنان ما بين بعضهم، يعملوا انتخابات ما يعملوش يعاودوا انتخابات، فانهم مش يتحصلوا تقريبا على نفس النتائج. مش يكون الرئيس من فئه معينه، مش يكون نفسه هو نفسه اكيد في البرلمان، ونفس الشيء بالنسبه لرئيس الحكومه في نفس السياق. التاثير المباشر لحزب الله على الساحه السياسيه كذلك عنده تاثير كبير يعني على مستوى لبنان. الصراع في سوريا وما يقع في سوريا عنده تأثير على لبنان. ما يقع اليوم على الحدود الجنوبية للبنان ما بين الفلسطينيين والحكومة إسرائيل المحتلة اللي هي ما تقوم به، كل هذا يخلي ثم مصالح معينة تضرب، وثم ناس تسعى أنها باش تحافظ على كل المصالح هذيك. وهذا أي مسار إصلاحي يجب أن تعرف
في العالم الكل أي مسار إصلاحي راه يلقى شوية معارضة ولو مش كبيرة، في بعض البلدان يلقى معارضة كبيرة. ثم التغيير، أي تغيير في نمط معين، ناس متعودين بلغة أخرى، هذا سيستم ناس متعودين به، متعودين كيفاش يهربوا الفلوس، ومتعودين كيفاش يجيبوا الفلوس، ومتعودين كيفاش يوظفوا هذه الفلوس ويربحوا من خلال هذا التوظيف بشكل أو بآخر. جي أنت في إطار جانب إصلاحي لمنظومة اقتصادية ككل وتحب تطور وتبدل هذا النظام، ثم ناس مش يكونوا رافضين، هذا أكيد. شكون من مصلحته سي حمادي أنه يتم إغراق لبنان وأنه الأزمة هذه تزيد تتعمق وتستفحل وما يتوصلوش إلى حلول؟ شوف، أي طرف خارجي متدخل يحب الدولة اللبنانية تكون ضعيفة باش ينجم يعدي هو لجندت متاعه. الحاجة الثانية، الكيان الصهيوني راهو عنده دخل كبير فيما يقع في لبنان دائما، لأنه لبنان هي بوابة وهي تفتح عليه من شرط الجنوب، وبالتالي بالنسبة لي ماذا به يكون دائما ثم اضطرابات وغيره، حتى لين يسهل هو يقول لك نحمي روحي. في وجود حكومة قوية ودولة قوية أكيد ثم معادلات ستتغير، وثم ناس ما يحبوش. إيران نفس الشيء، سوريا، احنا شوف لا نستثني أحدا. أنا ضد أي تدخل أجنبي في دولة ذات سيادة مهما كان هذا، ولو كانت تونس تحب تدخل في بلاد، سيكون أول الناس ضد تونس أنها تدخل. خلي كل واحد يخدم على روحه. أي هو الحقيقة مواقف تونس ثابتة بالنسبة للأمور هذه متاع الدبلوماسية، يعني في المطلق وهذاك الموقف السليم، يعني يا حبذا لو كل الدول زادة تلتزم. لا معناها بعدم التدخل في شؤون داخلية للدول، خاصة اللي صاير عنا في تونس سي حمادي، وإحنا التدخلات والبيانات والتصريحات والزيارات والوفود ماشية جاية منا هو منا احنا صحيح منا احنا. شوف راهو إذا كان تبدأ دولة قوية الدول الأخرى كلها تحترمها وتلقاها ماخذة موقف شدة وتعرف كيف تتعامل معها. كل ما كانت أضعف، كل ما كان كل مرة يزيد شوية. ونذكر ما كان يفعله السفير الفرنسي، على فكرة اليوم ثم برشا ناس يلوموا، أنا كنت تابع ما كان يفعله السفير الفرنسي وما كانت يفعله سفير آخر، يعني سفير ألمانيا ولا غيره، يعني بقطع النظر يعني يتنقل وكأنه في 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 بلاده. كيف نسمع كذلك البيانات اللي تخرج من بعض حتى الناس اللي، فأنا شك مرات التوانسة الفرنسيين نحترموهم احنا والكل، ما أظن أن ولائهم أكثر لفرنسا أكثر من التونس. نرجع احنا نحكيه على لبنان سي حمادي. نعم. فقط عملنا إشارة على تونس. دونك في لبنان القطاعات اللي تشارك سي حمادي في الاحتجاجات، نلقاو الأطباء، المهندسين، المحامين، برشا قطاعات أخرين تشارك في الاحتجاجات وتقود فيها ميدانيا، كيفاش تنجم تنعكس على الوضع الاجتماعي في لبنان اليوم، وإلا وين تنجم توصل هذه الاحتجاجات؟ خروج الفئات متحدة يعني في موقف رافض للسياسات الاقتصادية هو نتيجة التدهور اللي وصلت له لبنان. خروج الأطباء وكل القطاعات والموظفين، أنه الحكومة اللبنانية أصبحت ماهيش مسيطرة على الوضع الداخلي في البلاد. وإذا كان نشوفوا أنه إجماع كل القوى الفاعلة على مستوى البلاد ضد هذه السياسات، فأنه من المفروض لابد أنه يكون ثم جانب عملي يجنب لبنان الدخول في تناحر، ولا قدر الله ما وقع في سنوات سابقة، حرب أهلية وما خلفت من نتائج ومن أضرار. جانب آخر لابد نعترف أنه لبنان راهي يحكمها الجانب الطائفي، والجانب الطائفي هذا أثر كثيرا، وكل اللقاءات وكل الجلسات وكل الحوارات اللي كانت تتم كان يتم هناك تقسيم للبنان، هذا مسيحي وهذا أرمني وهذا شيعي وهذا سني. فالتقسيم هذا هو اللي خلى البلاد ما تلقاش استقرار الداخلي. ثم تدخل الخارجي، نعرف أن لبنان فرنسا تتدخل بشكل كبير في السياسات وفي كل ما مآل في 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 لبنان. وعلى فكرة جل اللبنانيين اللي يعيشوا خارج لبنان عندهم جنسية لبنانية، ويأخذوا آليا الجنسية الفرنسية، ويأخذوا جنسيات في الدول اللي يقيموا فيها، بحيث الإشكال لهم معقد أكثر مما نظن. ما هوش كما في تونس. لبنان هي بلد
التناقضات الكل. رغم أنه يجيبوا هذو اللبنانيين خارج لبنان عائدات مالية كبيرة وعندهم أنشطة كبيرة سواء في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية، ونعرفوا أنه في بعض البلدان يوصلوا يصبح رئيس ويصبح وزير ويصبح لبنان مشكلتها ما هيش في المواطنين متاعها، مشكلتها في نظام الحكم والنخبة السياسية يعني بين ظفرين. كلمة نخبة يعني أنا قلت بين ظفرين يعني نقول أنا من محترفي السياسة لأنه أصبح احتراف، والدليل نفس الأسماء بعد 20 سنة أو 30 سنة تسمع به هو بيد. وربما هذا خلى الشباب، وربما أنا أتمنى أن يكون هذا الحراك باش نبدأ واضح لفائدة لبنان وليس خدمة لمصالح أجنبية، خاطر باش نكون واضحين كلما كان ثم دفع من الخارج كلما كان الهدف ليس لبنان إنما مصالح تأجيج الأوضاع. به أحكيت على دور فرنسا معناه في لبنان، ولبنان تسمى الابن المدلل لفرنسا خلينا نقول، مع إدارة إدارة جديدة ولا العهدة الثانية لإيمانويل ماكرون، فما حاجة باش تتغير وإلا لا في خصوص لبنان؟ خاصة وأنه كان معنا سي طارق ميمي مدير إذاعة فرنسا المغرب الكبير، قالوا أنه ماكرون توا باش يكشف على نواياه الحقيقية، لأنه ما عادش فما مطموع من أنه يترشح من جديد إلى انتخابات. ثم خطوط عريضة لا يمكن أنه يبعد عليها ويحيد عليها أي رئيس مهما كان، يعني سواء ماكرون ولا حتى لو كان تجيب رئيس آخر، باستثناء اليمين المتطرف اللي هو عنده أفكار أخرى مختلفة تماما. أي رئيس مش يجي فإنه مش يواصل تقريبا في نفس السياسة. وحتى في أمريكا نفس الشيء، يجيوا الديمقراطيين ولا يجيوا الأخرين فإنهم كلهم مش يقوموا بنفس السياسات العامة تتواصل. ربما تختلف الطرق. يعني ماكرون أخيرا مشى لبنان وعمل يعني وهو داخل في إطار الحملة الانتخابية، لأنه يعني برشا فرنسيين يصوتون يشاركون في الانتخابات الفرنسية، وبالتالي لا برشا لبنانيين تقصد برشا لبنانيين يصوتوا لأنه عنده جنسية فرنسية يصوتوا يشاركوا في الانتخابات الرئاسية. إذن هل أنه سيتغير؟ شنو مش يجي يقول لهم أي نبدل الدستور اللبناني، في حين أنه عندهم اتفاق الطائف اللي هو ورقة مرجعية اللي تعملت يعني في زمن معين، ربما كانت تكون هي ورقة رابحة تنجم تخرج لبنان من المأزق. لكن فرنسا أنها تتخلى على مصالحها أو تتخلى عن ما أسسته، لأن هي في النهاية من أسست هذا النظام، تتراجع وتقول لهم أي بدلوه، الحل هو لبناني لبناني، أن اللبنانيين يتفقوا فيما بينهم وتصبح دولة لبنان هي دولة اللبنانيين. صعيب برشا سي حمادي الاتفاق اللبناني اللبناني نظرا زادا للأطياف المختلفة في لبنان. يقول لي أحمد معنا دكتور رائد المصري، دكتور رائد المصري أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عسلامة مرحبا على إذاعة الحيدة فام. تعلق مرة أخرى نعتذر، يذول يتعذر علينا الاتصال بي فما منعرف شنو الإشكال بالضبط. على كل إن شاء الله في فرصة قادمة يكون معنا الدكتور رائد المصري. نكمل معك سي حمادي السؤال، قلت أنه فما تنوع طائفي كبير في لبنان، هذا اللي خلي صعيب ياسر. هو إحنا سي حمادي أنا في تونس معانيش الطائفية هذه كلها، وصعيب باش نتفاهموا معنا في بعض الإشكاليات. يحبوا يخلقوها بعض أطراف يحبوا يخلقوا في تونس يعني هذا نوع وهذا نوع. لبنان تفضل أي حبيت نسألك على الدور الدول العربية مثلا السعودية مثلا مصر الإمارات، إذا كانت نجم تلعب دور في الأوضاع توا في لبنان. شوف احنا الدول العربية عندنا هيكل اللي هو جامعة الدول العربية، مع الأسف جامعة الدول العربية أحدث في ظرف معين وكانت عنده أجندات معينة، الآن أصبح دوره نقص برشا لسببين. السبب الأولاني هو سابقا في السنوات الفارطة كان ثم على مستوى الدول العربية ما يسمى بالزعامات، كان جمال عبد الناصر زعيما، كان صدام حسين زعيما، الشيء الأخرى هناك الجزائر ويعني فبورقيبة كان زعيما يعني القذافي في وقت من الأوقات
قام لعب دورا، ما نحبش نحكم عليه باش ما ندخلش نحيدوش شويه. اليوم وفات الزعامات واصبحت كل دوله من الدول العربيه إلهي في وضعه الداخلي. ان من الجانب الاخر انه جاء في وقت من الاوقات كانت السعوديه مؤثره جدا بحكم الرئيس الحكومة السابق الحريري وعلاقته الوطيدة بالنظام السعودي. مات الحريري، خلف ابنه صحيح، ولكن ما كانش في نفس، ما هوش في نفس الكاليبر، من نفس الحجم اللي نجم يكون عنده تأثير على مستوى الدول العربية أنها تتدخل. باش نكونوا واضحين وبعد على كل شيء، إذا كان ثماش جانب استثمار اقتصادي فإنه ما ثماش استقرار. لبنان في وضعها توا، ما بين جاي ما بين المطرقة والسندان، وجاي في وضع معناه في مكان يعني كله توتر. شنو الاستثمار اللي تحبوا يجي؟ وبالتالي الدول العربية شنو كيف ستساعد؟ الدول العربية إذا كان ساعدت راهي استثمرت، إذا استثمرت يقع شوية هكا متنفس على المستوى الاحتقان الاجتماعي ينقص، وبالتالي ينجم يمروا حاجات معينة. الدول العربية دي لا أظنها اليوم مش تستثمر في بلد في لبنان اللي فيه خليني نسمي كل شيء بأسماء وباش نبدأ واحد. الجنوب تسيطر عليه حزب الله باستثناء إيران، من يستثمر من الدول العربية في هذه المنطقة؟ نبدأ بعد على الشير. حتى إيران شنو نفعت لبنان؟ أنا قلت من يعني وبالتالي، وهي نفعت ما نفعتش هكا شأنهم هما يعني كيش يتعاملوا معه. نجي شيرة البقاع وشيرة سوريا في وضع حرب دائم تو عند قداش من عام، وثم ماشي مسيطرة كلية على كافة أراضيها، وبالتالي المنطقة هذيك كلها يعني ماهيش. نجي للمنطقة الشمال نفس الشيء، منطقة الشمال اللي يزد فيها ثم مشاكل، وما نراه اليوم تركيا تهاجم وتطارد كل من هو ضدها والأكراد وغيره واللي هما يمشيوا للبقايا هذوما. الاستقرار تاع المحيط تاع لبنان هو اللي يخلق مشكل كبير، واسرائيل اول الناس اللي هي يعني اول الحكومات اول الكيان الصهيوني اللي هو عائق ضد انه يكون في جنوب لبنان ولا المنطقه هذيك استثمارات كبيره اللي قد تكون ترجع بعائد مالي وينمي الاقتصاد اللبناني. واللبنانيين راهم جزء كبير منهم قاعد يهاجر، والهجره هذه الهجره سلاح ذو حدين، من جانب هناك العائدات الماليه اللي دخلوها المهاجرين، ونعرف جيدا ان اللبنانيين يعني خاصه اللبنانيين من فئات معينة يستثمروا كثيرا في مناطقهم، خاصة في القرى القرى متاعها. اليوم ما مدى تجاوب الحكومة اللبنانية اللي هي حكومة ما عندهاش أغلبية، حكومة تقريبا نهار كله هما يعني يتعاركوا كيف سيكون التعامل مع الوضع الحالي. الوضع الحالي راه وضع سيء، زيد الأزمات خاصة مع الانتخابات القادمة في القريب، دونك أزمات كبيرة برشا، وحتى على التدخل العربي على المستوى السياسي. سي حمادي يظهر لي أثبت بالتجربة معناها فشل المبادرات السياسية العربية، سواء في ليبيا هنا قاعدين نشوف كل دولة تعمل معناها لقاءات ومؤتمرات وحوارات لتقريب وجهة النظر، مثلا في ليبيا شفنا، في المغرب شفنا، في الجزائر شفنا، في تونس شفنا، في مصر، برلين، تركيا، معناها توزعت على العالم الكل وما وصلنا لحتى شيء يعني في ليبيا. أنا موضوع آخر يعني خطير، الساحة الغربية ماذا فعل العرب؟ وقت اللي هو موضوع عربي عربي يا سيدي، ما بين المغرب وما بين جبهة البوليزاريو اللي هي كانت تسمى قديما تيريس الغربية، وما بين الجزائر وما يقوم به العرب مع الأسف ما هوش قرار عربي عربي، دائما هو وراه تدخل جانب آخر بالوكالة. تقوم دولة مش بسمي أسماء بس تقوم دولة كذا بتدخل لفائت عن طريقه، في الحقيقة الموضوع مملة من طرف آخر، وبس مش استقلالية. شوف الاستقلالية العربية غير موجودة، بس نبدأ واضحين. ولبنان ضحية هذا الجانب، ونتمنى لها يعني بصدق يعني أنها تقوم من هذه الكبوة
وترجع لبنان اللي نعرفها ولبنان. للأسف الوضع في البلدان العربية سي حمادي هكترة، كل دولة ليه معناه في المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنجرة على الأزمات السياسية وجائحة كورونا وغيرها من الأزمات الأخرى. يعطيك الصحة سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع، عندك ما تضيف سي حمادي؟ أضيف أنه هي الأزمات تخلق من الدول يعني حاجة باهية، وعندنا نماذج كثيرة. اليابان تحطمت في الحرب العالمية وهي الآن يعني من الدول المتطورة جدا. بعض الدول الأوروبا الشرقية اللي تحطمت أثناء الحرب يعني نشوفوها اليوم تتسجل في نقاط يعني على مستوى التطور الاقتصادي وغيره. وبالتالي ناخذ أن الأزمات راهي تشحذ الهمم وتوقفنا على أخطائنا، نشوف أخطائنا عن قرب، وربما أما على شرط أن يكون الحل داخل من الداخل وليس مملة من الخارج. نشكرك برشا سي حمادي البقلوتي ناشط في المجتمع المدني والمتابع لشأن العام. هكا نكون وصلنا لختام غيكاب ميدي لليوم. نشكر أحمد المخلوفي في الإخراج التقني، سيف بولعريس فيها ديجيتال، أنسى الهميمي في ستوندار. كنت معكم سهام حمدي من الصنهار، حتى التو نتقابلوا إن شاء الله غدوة في غيكاب جديدة في الأمان. غيكاب ميدي، غيكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام.